les amis, مرحبا بكم مره اخرى في لاشين تاعنا. ان شاء الله تكونوا قاغايه وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم اللي غادي نديروا فيها لا ديفيرونس بين البودره الحره والبودره المضغوطه. That is to say la poudre libre et la poudre compact. في لي فيديو اللي سابق اللي فاتوا لي دو ديرنيير فيديو هدرت لكم على لي ميور بودر ليبر و لي ميور بودر كومباكت بالنسبه ليا. واليوم غادي نشوفوا الفرق بيناتهم باش تعرفوا أنا وحدة غادي تشروها إن شاء الله. مي قبل هذا جي رمقي في لي كومنتير في لي دو ديرنيير فيديو بلي بزاف ناس ما يعرفوش لا بودغ علاش يستعملوها وحاسبين بلي سي خاصة برك بالناس اللي عندهم بشرة دهنية زعما غادي باش تقلع عليهم هذيك الزيوت وكاع. الوغ كو لا با دو تو, البودرة كيما كانت كسوا حرة ولا مضغوطة يقولوا لها سي اون بودغ دو فينيسيون وعندها دور كيما نقولوا كبير على اللي حاسبينه. الحاجه الاولى باغ اكزومبل غادي تعاونكم باش تليسو يعني كيما نقولوا تردو ليس لي بور تاعكم وهذوك لي بوتيت ريدول اللي كاينين في الوجه. كذلك غادي تعاونكم باش تفيكسو لي ماكياج تاعكم, هاد الحاجه اللي كاع الناس على بالهم بها. وثاني غادي كيما نقولوا تبريباري لكم ولا توجد لكم الوجه تاعكم كي تبغوا تستعملوا البلاش ولا كيما نقولوا لو برونزور يكونوا لا ماتيير تاعهم بودر. باسكو غادي كي تستعملوا بودر اون تيكستور بودر فوق بودر تتمشى لكم خير وتستامبي لكم خير من كي تستعملوا ديريكتومون لو فاراجو في ديريكتومون فوق لو فون دو تان تاعكم. وكذلك باش ما ننسوش بلي كاين دي بودغ اللي عندهم كيما نقولوا لا كاباسيتي ولا القدره باش يضيفوا اون كوفرونس, يضيفوا كوفرونس ولا تغطيه لو فون دو تان تاعكم الاساسي. هادو كانت بالنسبه للاستعمالات تاع لي بودغ تاعنا. من يوم غادي نروحو نهضروا على الفرق بين لي دو بودغ لي بودغ دو فينيسيون. كاين لي بودغ كومباكت بلوتو لي بودغ كومباكت اي لي بودغ ليبر. هادو نعاود نفكركم مره اخرى راه كاين دو فيديو, زوج تاع الفيديوهات في القناه, واحد خاص باللي بودغ ليبر كيما هكا البودره الحره, واحد خاص بالبودره المضغوطه. نتوما من بعدك من مور ما تعرفوش هي اللي تليق لكم روحوا شوفوا لا فيديو, نخليها لكم في صندوق الوصف لتحت والكالكو باغ في الاقتراحات الفوق في لا فيديو. دونك نروحوا اول حاجه نهضروا على لو باكاجينغ. ديجا هذا اول فرق كيما راكم تشوفوا لو باكاجينغ اي لا تيكستور. هذه لا بودغ ليبر شوفوا كيفاش تجي دايره. ديجا تجي فوالا ها هو الباكاجينغ تاعها كيفاش داير وتجي بهذه الطريقه. لا تيكستور تاعها تجي غبره كيما هكا ماشي محكومه مفته كاريمون فوالا. والباكاجينغ هنا لا راكو تشوفو كاين تقابلي او نيفو دو هنا, كاين اللي تجي فيهم اون بوتيت اوبيت ايبونج صغيره وكاين اللي لا كيما هادي باغ اكزومبل ما فيهاش تنتباع بلاش. ونروحو نشوفو دروك لا بودغ كومباكت لا تيكستور تاعها كيفاش دايره. كومباكت بمعناها مضغوطه كيما راكو تشوفو راها جايه صغيره كيما هكا فوالا. نروح نشوفو هيا لا تجي فيها هذه هنايا اللي تستعملوها باش ديروا. انا هادو شخصيا ما نبغيش نستعملهم باسكو نحسهم يديروا اون كوفونس زياده وانا جو بريفير با. فوالا ها هي لا كيفاش تجي دايره, تجي كاريمون كيما نقولوا مضغوطه كومبريسي كومباكت شاده في روحها. فوالا هذه بالنسبه للتركيبه ولا تيكستور. دروك نروحو بالنسبه للفعاليه. لا بودغ ليبر كيما راكو تشوفو هنايا بوكو بلوس يستعملوها اصحاب البشره الدهنيه والبشره المختلطه. لا بودغ ليبر كيما قلت لكم يستعملوها لي جون اللي عندهم لا بو غراس اي لا بو ميكست. علاش؟ باسكو عندها اون تيكستور كيما راكو تشوفو هنا هكا ناشفه اي دوكو غادي كي تستعملوها تابسوربي لكم يعني كيما نقولوا تجبد لكم ولا تنشف لكم بوكو بلوس ليكسي دو سيبوم ولا كيما يقولوا له هذاك الزائد تاع الدهن اللي يخرج من البشره تاعكم. لا بودغ ليبر كيما قلت لكم الناس اللي عندهم البشره الدهنيه الي فريمون فوتغ ميور امي. دونك جو فو كونساي باش تستعملوها و اون بليس دو سا غادي تخلي لكم كيما نقولوا لو تان تاعكم تفيكسيه لكم تشد لكم كاع لا جورني ولا كاع لا سواري ولا
لا بودغ اللي بغي هادي عندها لو روندو تاعها، يعني كيما نقولوا لو روندو مش عارفه كيفاش يقولوا له، المهم كي تحطوها على الوجه تاعكم غادي لي في تاعها يكون بلو ناتوريل، يعني طبيعي اكثر، ما تقعدوش تبانوا بلي راكم دايرين اون بودغ. دونك غادي كي تحطوها تدخل هكا تندمج ديريكتومون مع لابو وتبان بلي ماش عندكم ماكمش كاع دايرين اون بودغ باسكو عندها اون تيكستور بلو سيش. فوالا كاين حاجه واحده اخرى بارابور لابليكاسيون تاع لا بودغ ليبر، كي تستعملوها توجور ما تنسوش تحطوا لو بانسو تاعكم وتنفضوه تنفضوه باش تقلعوا هذاك ليكسي تاع لا بودغ. كاين بزاف اللي بغوا يستعملوها مع بيوتي بلاندر بوكو بلوس تحت لي سيرم وكاع، انا شخصيا ما ننصحش بها باسكو نحس بلي الريزولتا يجي فيك، تقعدوا تبانوا مركبين ان ماسك في وشكم اي سي با لو بوت دا ماكياج. الماكياج الهدف تاعه ماشي تركبوا ماسك في وشكم، مي كيما نقولوا تردوا روحكم تزينوا روحكم شويه، الوغ كو حنا على باز كاع شابات، تزيدوا تضيفوا هذيك اللمسه تاع الجمال، هذا هو الهدف تاع الماكياج، تبرزوا الجمال تاعكم ماشي تبدلوا كاريما وشكم ولا تقعدوا تبانوا راكم مركبين وجه واحد اخر. فوالا جيسبر كو كنت كلير بالنسبه لهاد لا بودغ. انا شخصيا عندي لا بو ناشفه جافه، مي نفضل نستعمل هاد لا بودغ تحت العين في من مور لونتي سيرم بور لو فيكسي. علاش؟ باسكو نحس بلي لو روندو تاعها يكون بلو ناتوريل على لا بودغ كومباكت كي نديرها تحت العينين. فوالا ها هي لا كيما هادي راني سبق وريتها لكم، دير 99000. فوالا ها هي لا من شريتها. فوالا هادي كان بالنسبه لا بودغ ليبر. نروحو دروك نشوفو لا بودغ كومباكت. لا بودغ كومباكت هادي الناس يستعملوها بوكو بلوس بور لي روتوش، معروفه بلي روتوش ولا يقولوا لها سو روبودري لو ني. فوالا هادي شايله الفايده تاعها، الي تري فاسيل ا يوتيليزي، شوفو كي ترفدوها في لو ساك فاسيلمون، كي تستعملوها ما طيحوش لا ما تفتوش كيما بارابور هادي، هادي قادر تحلوها منها ونصها كاع يطيح في لا طابل ولا كونتريرمون ا هادي تكون شاده روحها وكاع، دونك لوتيليزاسيون تاعها تري فاسيل. هادي ال كوفر لي زامبيرفيكسيون خير من لا بودغ، خير من لا بودغ ليبر، تكوفري خير باسكو عندها تركيبه كيما نقولوا ثقيله اكثر. فوالا عندها التركيبه تاعها ثقيله اكثر وبالتالي تكوفري اكثر لي زامبيرفيكسيون. على بها قلت لكم هذيك تستعملوها وشكم يبان بلو ناتوريل على هذه. فوالا هذه بالنسبه للاخرى باكاجين سبق وهضرنا عليه. انا بالنسبه ليا وبالنسبه لكاع الناس اللي يعرفوا في لو دومين تاع لو ماكياج، لا بودغ كومباكت يستعملوها اكثر اصحاب البشره الجافه اللي عندهم لا بو سيش يستعملوا هاد الاخرى. علاش؟ باسكو هادي كي راها ملمومه، شكرا راك تشوفيها كيما هكا ملمومه، كيفاش حتى تلمت؟ هادي على باز الاصل تاعها كان كيما هكا، كانت هادي وهادي غير لا ميم شوز، بصح علاش ولات كيما هكا؟ باسكو راهم مستعملين فيها زيوت، ديجا كي تلمسوها تكون بلو رطبه وبلو حنينه على لوتر بودغ. فوالا هذه راهم ملمينها بزيوت بكليسيرين سا ديبون لا كومبو اللي كنا دايرينها في كل بودره، هذيك هي اللي لمتها دونك تكون بلوز هيدراتونت وتكون تناسب اكثر اصحاب البشره الجافه وجينيرالمون تكون خاليه من الطالك، على عكس هذه لي بودغ هذوك ليبر يكون فيهم لو طالك وهادو جينيرالمون ما يكونش فيهم لو طالك. دونك غادي ما تماركيش كيما نقولوا ما تماركيش ما تبينش هذوك لي زون دو سيشغاس وهذاك لي بيتيت ريدول اللي جينيرالمون يكونوا كاينين في لابو تاعنا. فوالا هذه باغ اكزومبل لا بودغ ما وريتها لكمش في الفيديو السابق تاع لي بودغ كومباكت، باسكو علاش؟ باسكو كنت عادك ما شريتهاش، نوريها لكم هنا بالمناسبه. هذه توجور من ايسونس يو بيتر ورك، دايرين جيم بروف بلس واتر بروف، يعني هذه تقدروا تستعملوها ميم كي تكونوا ديروا في السبور باسكو نورمالمون الي واتر بروف. انا شخصيا ما نصحكمش كاع ديروا الماكياج كي تكونوا رايحين ديروا سبور باسكو مع العرق وكاع غادي تدخلكم في المسامات تاعكم، دونك غادي تبوشيهم لكم وتولوا كيما نقولوا يجي كحلها يعميها، تجو زعما باغ اكزومبل تبانوا شابات ديروا سبور الوغ كو تروحوا تغلقوا المسامات تاعكم ينوض لكم الحب ينوض لكم لي بوان نوار الى اخره. دونك كاتاستروفيك ا ايفيتي دو ميتر لو ماكياج هاد لا بودغ ولا غيرها. فوالا هادي لاكم انتريسي دير 78000 كيما هكا. فوالا و الي كونسو بور ماتيفيي لا بو.
نورمالمون كان هذا هو كل شيء بالنسبه للفيديو تاع اليوم الخاصه بلي بودر، بالفرق بين البودره الحره والبودره المضغوطه، واي نوع من البشره يستعمل هادي ولا هادي. جيسبر كنت خفيفه على قلبكم وكنتوا استفاديتوا شويه غير شويه من هاد لا فيديو. نقولكم نتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم. الا كنتم ماشي مشتركين في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كومون نحطوا فيديو. شجعونا بان بوتي لايك فير لو او باش نزيد ان شاء الله نمد لكم اكثر واكثر الحاجه اللي نعرفها ما نبخلكمش بها ان شاء الله. من الفيديو القادم نقولكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف. نتلاقوا ان شاء الله في ساعه خير. سلام.